يا نار شبي من ضلوعي حطبك، صابر على نار المودة وممنون، واللي حمامة شتت الله شعبك مكان، غنيتي مجارير والحون. هذه الأبيات لم تعلق في ذاكرة الوجدان السعودي بالصدفة، فهي نتاج مسيرة كاملة من حب الوطن والإباء لقائلها الذي صدح بأجمل القصائد للوطن حتى لقب بشاعر الوطن. فقلها قلبي طرب، خلف بن هدال شاعر القصيدة الحماسية في شعره عبق الجزيرة العربية، فأبياته كأنها موزونة على خطى سفن الصحراء. عندما يقف على المنبر يخيل إليك بأنه فارس على صهوة جواد، رافعا راية الوطن ومرددا: يا وطننا يا وطننا عمت عين الحسود. ما تهزك لا زوابع ولا غدر عملا، يا وطننا لا تزعزع وحنا لك جنود، البلا نصب فوق مقابيس البلا. لكن من هو خلف الإنسان قبل الشاعر؟ وما هي قصص أشهر قصائده؟ لنعد إلى بداية الرحلة. تراث أجدادنا عشنا عليه وبه نموت أحرار، نخر فكاك الركايب اليدبد والفطم. خلف إني وصفته فارس من الفرسان هو فارس، ونوصفته قائد من القادات هو قائد. الشخصيات اللي لها المكانة تنطبق على خلف هذا. تميز شخصية خلف بن هذال تواضع شخصي وأيضا التواضع الشعري، رغم هالاسم الكبير نجده في شعره يقول: أنا ماني شاعر للوطن، كل الوطن شاعر. يعني تخيل هالاسم الكبير مثل هذا البيت، المفترض أنه يزهو بهذا اللقب الكبير اللي هو ما في شك أنه يستحق. هذا الكلام ما يصدر إلا من شخص واثق من نفسه، لذلك هو شخص مختلف. ثلج على السودة نهارا من الصيف، كني تكسر فيه السكر نباتي، خبر ربوع يم باريس وجنيف يستنشقون معول الذاريات، لثيت في ذيك الطوال المشاريف، ولذ وحلى لحظة في حياتي، في دار خالد مكرم الجار والضيف المرتكي لمصادم النايباتي، كفن على المنسف وكفن على السيف، يرسي كما ترسي جبال السراتي، مراجل يوم المراجل تناتيف كنا على دجلة وشط الفن. خلف بن هذال الشخصية اللي عرفها الناس أمام الميكروفون والشاشة هو خلف بن هذال في بيته وفي عمله مع زملائه ومع قادته ومع ولاة أمره ومع الناس كلهم. شخصية لا تنقسم، شجاعة خلف بن هذال، إقدام خلف بن هذال، فروسية خلف بن هذال، يعني يرحب بالناس رغم كل هالتاريخ العظيم من النجومية والتاريخ تحت الأضواء على مدى 40 عام مع قادة ولاة أمر مع حكام، لكن البساطة ورحابة صدره وكرمه الفياض، محبته للناس، ارتباطه بالبدلة العسكرية في حرس الوطني، يعني خلف كان براس وكان قدوة وكان ظاهرة لا تتكرر. في بلدة ساجر ولد خلف بن هذال بن سمران العتيبي، ولم يكمل الثامنة من عمره حتى توفي والده عام 1951 للميلاد، فنشأ طفلا يتيم الأب. هذه التجربة القاسية جعلت خلف يلجأ إلى الكلمة للتعبير عن أحاسيسه، فبدأ بحفظ الشعر ونظم أول قصيدة له في سن 13 عن الطبيعة البدوية التي نشأ فيها. أسمع من الشياب إذا جلسوا لهم في جلسة وتداولوا السوالف الطيبة، كنت عندهم وألتقط السمع منهم، وأي كلمة تمر علي كنت ما أنساها، وتعودت على نظم الشعر حتى كنت أنظم القصيدة 10 بيوت 7 بيوت، وكنت أمر واحد اللي يتجرى عليه وأقول سمعت لي بيوت قالها واحد وش تقول فيها.
وإن قالوا زينة قمت أرددها، وإن قالوا لا ما تصلح تركتها. خلف بن هذال منذ نعومة أظفاره كان معتمد على نفسه، كان يباني نفسه بنفسه، لذلك تجارب في الصغر يعني صقلت هذه الشخصية، يمر بتجارب كثيرة في الحياة، وهذا أثر على شعره. يعني في القصائد الوجدانية يعني الناس ترددها إلى الآن. في سن 17 اتجه خلف للبحث عن عمل. عمل في المنطقة الشرقية براتب 3 ريالات يوميا، وفور انتهاء عقده مع الشركة التي كان يعمل بها توجه إلى الكويت للبحث عن فرصة أفضل. خلف جاء للكويت على أساس توظف عسكري، فسجل بالعسكرية بالجيش وكان مواظب على العمل. بنفس الوقت كان يجمع بين العمل وبين الشعر. إذا جاء في الليل يعني بعد المغرب أو بعد صلاة العشاء يلعبون محاورة، كان يجتمع مع شعراء مثل مرشد البذال، مثل شليويح بن شلاح الله يرحمه، مثل مفرح الضمني رحمة الله عليه. يقول إن الحسد ما هو بإحساس، يمشون والناس كلها تنعد بظروفها. يا سلام يا سلام ربع على الطيب راحون، ما يمشون إلا على كتوفهم مروجة. ما عاد لي قدرة على مجامل الناس، نفسي اللي لدت عن الناس لدت. سلام يا سلام علاقته فينا علاقة بالعم، وياهم على الطيب ما يعرفون إلا المحبة. إننا نعتبره أخ كبير لنا وبمثابة والدها بعد. للكويت مكانة خاصة في قلب خلف، تستمر محبتها معه طوال حياته. خلف على فكرة يعني من الناس اللي يحبون الكويت، حب الكويت لا زال إلى يومنا هذا. يعني خلف كل كلامه عن الكويت، من الرجال الأوفياء. وهذا في أثناء إقامته في الكويت قام خلف وبتشجيع من بعض أصدقائه بتسجيل الكثير من قصائده بصوته وألحانه، وكان الفنان سلام العبد الله يتولى عزف العود، وقد قام الكثير من الفنانين الخليجيين بإعادة غناء بعض أعماله، منهم على سبيل المثال الفنان راشد الماجد والفنان علي عبد الستار والفنان الكويتي محمد البلوشي وغيرهم الكثير. أغنيات زادت اللهفة لقصائد خلف في قلوب محبيه. يا نار يا نار يا نار شبي من ضلوعي حطابتي، صبر على نار المودة ومامني، اي والله ابكي واكثر الناس تابكي، والناس وين سمعوا خبر شني يبكون. ابو هذال من وجهة نظر المتواضعة يتميز بقصيدته والموسيقى الداخلية داخل قصيدته، يعني هو مشهور بالمطولات لكنك ما تمل سماع هذه المطولات، بل بالعكس يمكن أغلب الناس يحبون القصيدة المطولة من خلف بن هذال أكثر ما يحبونها من شاعر آخر. اليوم لو تسمع الشعراء أغلبهم قصائدهم ما تتجاوز بالكثير 12-13 بيت، 14 بيت، 15 بيت. خلف بن هذال قصيدته تتكلم عن 40 بيت يمكن أكثر، يعني يحبون من خلف اللي ما يحبونه من كل الشعراء. ليش؟ لأنه هو قادر على أنه يصعد المعنى في القصيدة إلى آخر بيت في القصيدة، يعني يحتفظ بقوته في قصيدته. ثانياً تلاحظ أن أبو هذال قصيدته فيها موسيقى، يعني سبحان الله يمكن يأخذها فنان تلقى لحنها جاهز قبل لا يلحنها الفنان. يعني دائماً قصائده فيها تقطيعات مثل يا حبيبي ترى القلب بعدك سرح وانجرح، جرحي ما شفت مثله جريح. شوف هالموسيقى اللي داخل التقطيعات اللي داخل قصيدة هذا بيت واحد يعني مثلا. يا حبيبي ترى القلب بعدك سرح وانجرح، جرحي ما شفت مثله جريح.
خلف يتلاعب بالألفاظ، أحياناً يجيب أحرف متقاربة تخليها سهلة وسلسة على المستمع، يعني مثل في بعض القصيدة لا يقول سلام سلم سلم جاء وسلم مسلم سليم سلام نفس السليمة سالم وبسمس السلامة تبسم جر النفس من جو نجد مسيم. في عام 1964 للميلاد غادر خلف الكويت عائداً إلى بلاده ومتجهاً إلى الشيخ تركي بن ربيعان العتيبي أمير الفوج التاسع في الحرس الوطني آنذاك، وكان للحظ موعده مع خلف. فقد صادف اليوم التالي لوصوله تنظيم حفل تخريج الدفعة الأولى في الحرس الوطني والذي كان يرأسه الأمير في ذلك الحين عبد الله بن عبد العزيز، وطلب الشيخ تركي من خلف أن يعد قصيدة لإلقائها أمام الأمير عبد الله في الحفل. وبالفعل بدأ الكتابة ولم يكن يعرف بأن كل كلمة كان يكتبها قد تستطيع تغيير مجرى حياته، فقصيدة واحدة من خلف غيرت حياته إلى الأبد. عرفت بهذال من أكثر من 45 عام عندما جاء من الكويت وألقى وسمع الشيخ تركي بن فيحان أبو الربيعان قصيدة وتوسط له عند الملك عبد الله في الطائف، وألقاها عليه وخذاها الملك عبد الله إلى الملك فيصل عقب المغرب وألقاها عليه في القصر الملكي في الطائف. قال منين جيت؟ قلت جيت من الكويت. قال وش عندك يوم خليت الكويت؟ قلت أدورك. الله لي يلهم الله أدورك يا أبو متعب. قال الله يحييك، تعال يا أبو راشد الله يرحمه توفى مدير القضاء، لا يذن الظهر بكرة هلا معين خلف جندي سايق هكا الحين، الجندي ب150 ريال والسايق ب270 يعني بيزيد نسبة، وفي مكتبي الخاص وخوي اللي خاص. لم يستطع خلف إخفاء فيض الفرحة الذي اعتمر قلبه، وبدأ فعلا بالدوام في وظيفته الجديدة، وأصبحت العسكرية جزءا لا يتجزأ من شخصية خلف. في إحدى الليالي خطرت فكرة في باله لم تجعله ينام الليل بطوله، فقد كان يطمح للالتحاق بدورة الضباط، وبالفعل قام في صباح اليوم التالي بطلب ترشيحه لدورة الضباط ذوي المؤهلات من الأمير عبد الله. لكن الضباط كانوا قد أنهوا 30 يوما من التدريب، وكان قد بقي لهم 10 أيام للتخرج، فاقترح خلف أن يدربه أحد تدريبا مكثفا ليلحق برفاقه. سأله الأمير عبد الله سؤالا كانت إجابته هي جواز التحاقه بالدورة. قال طيب وش شهادتك؟ ما سمعك شهادة هو لان. قلت معي شهادة والله ما شالوها المرشحين اللي دخلوا. قال ما شاء الله وش هي؟ قلت أنت شهادتي عبد الله. عين خلف في الحرس الوطني، وكانت هذه البداية لحياة عنوانها خدمة الوطن، ولم يكن يعرف حينها بأنه سيتدرج ليصبح برتبة لواء. بدأت علاقتي ومعرفتي بخلف من خلال العسكرية، أن دخلنا دورات ضباط لحجز محجوزين لمدة 40 يوم، وكان خلال هالفترة هذه كنا محتاجين لشخص يكون عنده القدرة على أنه يجمع المجموعة حوله من القصص ومن الأشعار ومن المواقف اللي مرت عليه، فكنا دائما حنا ويا سوا، حنا المجموعة وخلف كنا مجموعة 50 هذه تخرجوا ضباط، حنا أول دفعة، واللي حضر التخرج هو رئيس الحرس الوطني الملك عبد الله. خلف انتقل وراح تعين بالكتيبة الخاصة اللي كانت مرافقة للملك فيصل الله يرحمه. خلف يبدأ بقصيدة بتحية عسكرية واختمها بتحية عسكرية، ما بين التحيتين هناك شخص ملتزم جداً بالقوانين كيف تبث الروح الحماس يعني في الناس، المبادئ اللي تكون في حب الوطن،
المبادئ الموجودة في الولاء، في البيعة، كلها تجدها في قصيدته. التزام عجيب لأبعد الحدود، وشخصية ثانية، يعني الشخصية اللي تكون باللبس العسكري شخصية ثانية ومختلفة عن خلف بن هذال، الإنسان البسيط اللي في قصائده أخرى. ثبت المبنى على أساس يرحم من بناه، صرح شامخ ما تزعزع كيان ولا انقسم. خلف بن هذال هو الشاعر الذي وضع أساسيات القصيدة الوطنية. الآن ما في شاعر بعد خلف يقول قصيدة وطنية إلا تحصل فيها لمسات من أفكار خلف. خلف أساس القصيدة كيف تبدأها وكيف تأخذها من مراحلها، من الولاء، من قوة الدولة، من قوة الشعب، من التلاحم، من الأحداث، من التشجيع، من الأشياء، كل هذه أساسها خلف. ولو تبحث أي قصيدة قبل خلف بن هذال يعني تلقى قليل فيها من نهج خلف بن هذال. لو تبحث القصائد اللي بعد خلف بن هذال تلقى فيها من نهج خلف بن هذال أبدا. يعني يمكن هو المتفرد بهذا الأسلوب، هو من أسس القواعد. عرف خلف بن هذال بطريقته الحماسية في إلقاء الشعر، وهو بهذا أسس مدرسة في الأداء الحركي ونبرة الصوت تأثر بها وقلدها الكثير من الشعراء، بل إن أسلوب خلف صار أسلوبا للقصيدة الوطنية الحماسية. وين شخصية ثعل؟ من تسد من الأسود؟ عدل المكياج شخصين ابتلى. لو عندك حزام بندق لبست رحت قاط. يعني من الحماس اللي يقوله عن الوطن وعن الدفاع عن الوطن وعن تشجيع ابن الوطن وعن دور المواطن وعن دور العسكري وعن كل الناس كانت تغنيها في الميادين وتغنيها في المدارس. يتصور ويصور، تصور الموقف اللي بيصير أو الحدث البسيط وصوره في القصيدة. تلقى شخصية صامتة وعنده هم وقلق عالي جدا. ما أن يبدأ في قصيدة على المنبر يتحول شخصية سيل هاد. يا وطننا يا وطننا عمت عين الحسود، ما تهزك لا توابع ولا غدر عملة. قصائد خلف كانت في التمارين الصباحية، العسكر كانت تردها يلا يلا فزعتك ولا يلا ضمانك ولا أي قصيدة، تحس أن قصائد خلف مسكوبة في دم جنود السعودية. يعني خلف يكتب الأرض. الوطن هو الروح، هو النابض للرجل. كل من خلى بلاده وراح بلا سبب قام يومي في يمين الدير ويسارها، قال أنا لاجي سياسي وشي من العجب، اضرب الدنيا برجلك يطير غبارها، هب يا خاين عهوده وهب هب هب. لكن هل من الممكن أن يبتعد شاعر الوطن عن بلاده ويعيش في الغربة؟ في عام 1973 للميلاد قررت رئاسة الحرس الوطني ابتعاث عدد من جنودها إلى المملكة المتحدة لدراسة العلوم الحربية، ومن سوء الحظ أن اسم خلف لم يكن بين الأسماء المرشحة لدورة الضباط هذه، مما حدا به بأن يلقي 10 أبيات بين يدي الأمير عبد الله بن عبد العزيز. كان آخر هذه الأبيات قل تم وأنا تملي 10 أبيات ويكفي قليلك يا بطل عن كثيرك. غادر خلف السعودية في عام 1973 متجها إلى المملكة المتحدة. ورغم تحقيق حلمه بالابتعاث إلا أنه كان كأي عاشق يبتعد عن محبوبه، أخذ يعاني من الغربة وافتقد الوطن وأعبق بلاده، وكعادته كان بوحه شعرا. خلوني يبكي يا براين ويا سو، وهذه سوات اللي دياره بعيدة. تو العيون تلعب راتها تو، وتو القلم ينظم بيوت القصيدة. وهنا يحيم في الجزيرة تسلو، فاليوم يطرقهم حياة جديدة، وأنا بلندن من كويك اللي يقو يفعل بي الخالق على ما يريده.
في بداية حياته العسكرية أو بداية الدورة هناك اللغة الإنجليزية يأخذ له فترة طويلة، والمامو بالإنجليزي يبغى له يعني فترة طويلة حتى يتخارج مع له. فساكن عند عائلة، والعائلة طال عمرك ما يدرون وش اللي هو يعني يحتاج من أكل، وش يحتاج من ملابس، فيجيبون له الأشياء اللي هو ما يبيها، يجيبون له حيوانات صور ويقولوا له هذه وش اللي انت تاكل وش اللي انت ما تاكل. وطالت عليها الغربة وحن للبلد وحن لأهله، وسوى له قصيدة هناك انه يعني والله انتم يعني مهما سويتوا لي ما رايح تكونوا مثل أهلي ومثل ربعي وديرتي. سألت الليل بعد الليل ولا أنا كيف تصبر وتسلى، افقل تعطف المن يرعى نجومك بجاه الله عني لا تجلى. تسليني وتنسيني نهاري وتتركني وجرحي مستجلى، ثلاث ضلوع يشكن الهضايم على المعلوق والقلب يتدلى. يا نجد جعل مروح الغيث يسقيك، يعل ريانك ويسقي ضماياك. يا نجد قلبي ينفع يوم يطريك، الله يلوم اللي يلومه إلى أطراك، تو ما دريت انه يعزك ويغليك، قلب تغذى من طعامك ومن ماك. العين في سود الليالي تناجيك، لو هي بلندن كانها اليوم بحماك. قضى خلف في بريطانيا 3 أعوام، وعاد في آخر عام 1975 للميلاد إلى السعودية بعد أن أتم دراسته في الكلية الحربية البريطانية، وحصل على رتبة ملازم أول في الحرس الوطني، أسوة بجميع زملائه المبتعثين الذين اجتازوا الدورة، ومنهم الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز. جمعت خلف والأمير متعب بن عبد الله علاقة صداقة متينة، وكان الأمير متعب داعما له كشاعر قبل أن يدعمه كصديق. أنت مسمي دائما تقولنا حقيقة، ونسمع منك تقول متعب بن عبد الله فريق ركن الحرب والحب. أي والله ركن الحرب والحب. ماذا يعني لك متعب؟ متعب ماذا يعني لك يا جابر؟ أخوك ألي من أمك أبوك، أنت علمني ماذا يعني يا صار أخوك من أمك أبوك. متعب ولد متعب أخوي وأبوه أبوي. شهرة قصائد خلف ودورها السياسي الكبير أتت بعد حرب الخليج الثانية، حيث أصبحت قصائده رسائل توجه للجنود لرفع معنوياتهم وإثارة حماسهم، كما أنها كانت رسائل توجه إلى صدام حسين لردعه عن الاستمرار بالحرب. في حرب العراق الغزو كانت قصائد خلف تشغل في الدبابات والمعسكرات تحمس الجنود، طبعا هو يعتبر سلاح بالحرب ايام الغزو العراقي. يالله بمانك من النكبات تامنا، والدار بحماك تمنها وتامنها، لوامر القايده الاعلى تمثلنا، ارواحنا في سبيل الله نعربنها،
بقيادة الفهدش النصود والذنة على المناير تلجبنا معاذنها، وإن كان صاح الفهد صاحت قباينا بالصيحة اللي جميع الكون يذعنها. لا هانت بلاد أخو نورة ولا هن الجوخة اللي لبسنا من بطاينها، دار ربتنا وضمتنا وفضلنا الموت فيها ولا نجس يدرنها. كان هذا الصوت مهم جدا لطمأنة أي مواطن كويتي، كانوا يسمعون قصيدته ومعانيها كانت تعني لهم الكثير. أنا أتذكر مثلا في قصيدته لما يقول يا شيخ جابر لك الله ما تهون الفهد يكد لك العودة ويضمنها، يعني الكل تفائل بهذا الكلام، الكل أصبح عنده أمل أن الكويت ستعود. يا شيخ جابر لك الله ما تهاوننا، يا شيخ جابر لك الله ما تهاوننا، الفهد يكد لك العودة ويضمنها. يا شيخ يا شيخ والله زعلك اليوم مزعنا، والمهزلة والمهونة ما نواطنها، أبشر بنصر يشيد فوق ويبنى بيدي رجال محك حكت معادنها. تكلم في شيء ما بعد حصل وتصوروا أنه راح يصير، فالرجل يعني من خلال الشيء هذا تحس أنه يعني كأنه يقرأ المستقبل. بدأ الإعلام العراقي بالرد على قصائد خلف بن هدال فور انتهاء عرضها، واشتعلت حرب إعلامية من نوع جديد. صدام لا تحسب ان الحرب يجهلنا، حنا على الحرب والكلمة مبرهنها. وحق تربة وطن بشاكة وورودة، وحق دجلة وفرات وهورنا وزودة، إيش حد اللي يوصل حدوده؟ إيش حد اللي يوصل حدوده؟ ومنعوا اللي يوصل حدوده يقع مشتول يم اللي يشم ريحه وصوت باروده. خلف بن هدال قاد حربا شعرية موازية للحرب على الأرض. ببدلته العسكرية كان يقف على المنبر وكأنه يقف في صفوف الجيوش التي تدافع عن الكويت. احنا لقبنا B-52، يعني فكانت القاذفة الأمريكية العملاقة، يعني أن خلف بن هدال كانت قصائده تشبه B-52. وكان خلف بن هدال بطل في عين حتى الطفل الكويتي. الشاعر المبدع هو الشاعر اللي الذكي، اللي ذكاءه أكبر من شعره، يعني يعرف يستغل الوقت، يستغل الحدث، يستغل المفردات اللي أو الجمل اللي يتداولونها الناس في المجتمع. بعد الحرب اهتم الناس بمتابعة أخبار خلف وتضاعفت شعبيته وأصبح يعتبر بطلا من أبطال التحرير. كان خلف يصف كتابة القصيدة بالولادة، فوقتها غير معروف، وكم من الوقت سيستغرق إنهاؤها؟ فالوقت يختلف لكل قصيدة، وكان التحدي عندما يطلب منه تنفيذ قصيدة في وقت ضيق، فهل كان ينجح في هذه المهمة؟ أنا أعرف أنه حج هو عياله وعمد بكلمه معالي السيد أحمد عبد الوهاب أن اسمه في البرنامج بكرة، برنامج منى. أمر يسأل خادم الحرمين يقول خلف وينه؟ وهالحين يا خلف تكفي خلف، كل شيء طويل العمر أنا حاج والقصيدة الليلة ما يمديني. قال المهم يا طويل العمر، قال المهم ما لنا غنى. ما we'll be right back.
وطلع في جبل في منى وخذ حوالي ساعتين ورجع حافظها ومن أشهر القصائد. دائم أبو هذال يبدأ قصائده طلبة الله سبحانه وتعالى والرسول، توكلنا على الله والله اللي يقضي الحاجة، اللي يصر تقفل أبواب غيره ما نقفل بابه. ومشى فيها حوالي 70 بيت. أنا من أعظم القصائد اللي يجيلها. توكلنا على الله والله اللي يقضي الحاجات، اللي يصر تقفل أبواب غيره ما نقفل بابه. بديع الصنع جبار الخواطر واقي العثرات عزيز الجاه، ما غيره إله ولا كفرنا به. على أرض من منى نلقى ملكنا وبرك الحزات، عسى عمره طويل وعطر الله قبر من جاب. تجمعنا على الراية الرشيد وعاشت الرايات، ولا نرفع شعار الله بشرع الله وكتابه. لكن قصيدته هذه جعلته يواجه موقفا لا ينسى مع الملك فهد. فيها جرأة في زمن أنه كان النقد أو أنك توجه آراء للدولة وآراء للقيادة، يعني ما كان فيه مساحة مطروحة الناس تعتقد أن الدولة ضد أن يكون فيه رأي آخر، أو ضد أن يكون فيه يعني آراء أو ملاحظات أو ما يسمى تجاوزاً بالانتقاد. الدولة تعمل أنه فيها بشر يعملون، يصيبون يخطئون. فخلف بن هذال سبق الجميع وقال أبيات في منتهى الأهمية، والناس يمكن ذهبت لقصائد خلف في حرب الكويت ونالت شهرة عظيمة، لكن قصيدته في منى كانت قصيدة في يعني أنا في رأيي من أعظم ما قيل من الشعر الشعبي في منابر الدولة على الإطلاق، اللي فيها كان يخاطب الملك فهد: فهد يا راعي الوقفة، فهد فهد تحزم للثعل بحزام مسد وخذ الحذر مرات. هو يقول: أنا كنت أقول قصيدة وعيني للملك فهد رحمة الله عليه والملك عبد الله والأمير سلطان الأمير نايف، وكان الناس تحس أن أنا تجاوزت في توجيه آراء في منتهى القوة ومنتهى الصراحة في منبر عام. يقول بعد الحفل الملك فهد رحمة الله عليه استوقفني وقال لي: بيض الله وجهك، أحسنت أحسنت أحسنت. ثقة خلف في نفسه، ثقة القيادة في خلف، ثقة خلف في القيادة. ذكرت أنك عدة مرات أنك عند إلغائك للقصائد في المناسبات ما تشعر بنفسك ولا تحس بنفسك ولا تدري إيش قلت إلا من التلفزيون فيما بعد تشاهدها، وكيف هالشعور يا أبو هذا؟ والله يا أخ جابر، يعني لو قلت الناس يمكن يبقون خلف يعني يتصنع بأشياء، والله أنا أفقد شعوري في الموقف. نعم، ولا كأني في الوجود. لو تذكيني ما يقطر لي قطرة هدي. نعم، ولا ولي هالرجلي ما أدري وش يقول لي، لأن الموقف ما هو لعب يا أخي. أنت من مدرس أنت تلقي لك على طلاب. نعم نعم نعم، على ملوك وعلى شعوب وعلى نقادة وعلى رجال، ويقولون القلطة على السيوف ولا القلطة على الصفوف. صدقت المثل. نعم، فالقصيدة جاية ارتجالي. نعم نعم، ربما فيها بيت في الشيء، ربما فيها غلطة تروح، ربما يضيع بيت وتروح القصيدة كلها. طيب يا أبو هذال، ليش ما تحمل ورقة معك خوفا من الخطأ؟ متكلنا على الله. فصل صاحب النشرة عناوين: سلام الله سلام يشمل الغياب والحفاظ، على رأس الزعيم اللي عساها تبطي سنين، ملكنا القايد الأعلى، ملكنا الفارس المغوار، ملكنا اللي مقاليد الأمور تعود بيدين، ملكنا ريفنا ومضيفنا وسيفنا البتار، على الظالم عذاب وينصر المظلوم من حين. تبقى قصائد خلف مرتبطة بالذاكرة السعودية بمهرجان الجنادرية، حيث يطل على جمهوره في كل عام بقصيدة مميزة. خلف نسمع حنا صغار، نسمع يوم يلقي القصائد الوطنية وتعجب الناس كيف يحفظ 75 بيت، 70 بيت إلقاء بدون ورقة، يعني قصيدة مترابطة.
كنا يعني حتى يوم كان خلف يحضر المناسبات في الجنادرية طبعا سنوي يلقي مناسبة في الجنادرية ويلقي مناسبة في منى في الحج أمام الملك حتى عند التلفزيون كل الناس تنتظره الشيبان والأطفال كلهم ينتظرون أي واحد ينتظر الليلة قصيدة خلف يعرفونها بالتوقيت ويحسبونها يحضرون لها يعني أبد حتى يمكن واحد عند الشغل يقول لا بشوف قصيدة خلف تيجي بعد العشاء بعد المغرب سنوي كنا متعودين على قصيدتين في السنة. كثير من الناس وهذا معلومة كنا في المهرجان وفي المشورة الثقافية نعطي شعراء الفصحى إلى حد ما بعض المفاتيح وبعض الخطوط العامة. خلف كان استثناء. خلف كان قصيد تعطيه فقط موعد افتتاح المهرجان. لأنه بعد 4 شهور وبعد 3 شهور أنا كنت أكلمه يا أبو هذال أبلغه أنه موعد المهرجان اليوم الفلاني. أبدا. وبعدين بعد شهر أكلمه من صوته إذا رد عليه أعرف صوته إذا كان منعمس ها يا جابر والله ما بعد طلع شيء ما جاب الله شيء لأنه قاعد إيش يعيش معاناة المطلع وخلف يهتم في المطالع. أكلمه عقب أسبوعين يكون باقي على المهرجان شهرين. هاي أبو هذال من ردته علي أبشرك أبشر بالخير الأمور زينة إن شاء الله يكون عنده المطلع بان. المسألة ما هي بالجنادرية ولا هي المسألة وطنية. كيف تزرع حب الوطن في الصغير يوم تقول الصغير؟ أهم شيء الوطن وأهم شيء حب الوطن. إذا منك حبيت وطنك خدمته. مضامين وبريات كان 14 لوحة تكلم فيها عن الوطن تكلم فيها عن حتى انه حث الشباب يعني على موضوع انه انا العامل في حق في المصنع انا المزارع في حقلي انا راعي الغنم انا المهني في الوظائف المهنيه كان عنده رساله ومضامين عظيمه جدا. حول خلف حب الوطن الى اجمل المفردات التي تغنى بها القاصي والداني بل وابتكر بحورا جديده في الشعر كالبحر الذي سمي باسمه البحر الهذالي. خلف بن هذالي ابتكر بحر شعري سمي بالهذالي يعني شعر بحر مختلف عن الحور الموجودة كلها جديد. عندك كتب بريت الجنادرية فهو شاعر يعني نقدر نقول عنه شاعر شامل يقول القلب أهل الهوى عز روبه كأنه يقطع حد بالجناب تفعيلة جديدة بحر جديد صعب جدا رغم قصر للشطر لكنه صعب لبعده يدل على عبقرية الشاعر. تميز خلف بن هذال بسرعة البديهة وهي أهم مكونات شعر المحاورة الذي كان موهوبا به منذ بداياته. قبل 55 سنة أو أكثر كان خلف عنده ابتكارات وعنده إضافات للمحاورة ألحان طواريك ولا شك أن خلف من أقدم فرسان المحاورة ومن المبدعين يعني. سرعة البديهة اللي عنده أنه هو يعني ما يحتاج يفكر في, في, في معضلة من المعاضل اللي تمر عليه يعطيك الإجابة على طول والعذر والموقف يتخارج منه بسهولة. يسب كل الرجال وعمهم فضله ومعروفه هلا يا مرحبا ترحيب طعم مثل طعم الذوب ترى مرة صرح في مجلة قالوا يعني وش تقول للشاعر حبيب العازم في مجلة المغترة قال أقول الوعد في حفلة المغترة اللي هي حفلة المغترة اللي عندنا الأمير فيصل بن خالد السنوي والسنة اللي بعدها على طول بعد التصريح هذا جت حفلة المغترة إيه عاد حضرت أنا قلت يا خلف هذال جينا لك على الميعادي بعد قلت إن الوعد في حفلة المغترة جينا زي ما قلت أنت جينا يا مرحبا يا خلف هذال بعد إنك وصلت المطار حجيت في الرياض
والطائرة وقعت في الأرض وانت بين ركابها، الحفلة وقيمت وانت بين الشعار موجود، ما أدري انت حاجز على العودة يعني لنا بحجز اوكي ولا انتظار ما غير بس انتظر، ويمكن يمكن ارجع يمكن ما ارجع. الله يحمانا من العودة ويحمانا من اسبابها، يمكن لو ترجع لنا يمكن تنهينا. يا خلف ثبت الصورة ولا كل شاشة لن تحفظ ملامح بنفس الطريقة. أبعد الزند والنايم حرير في ضاشة والفتن تشتع البثانية والدقيقة كنت يعني مبسوط لأني أقابل خلف، وكنت يعني أفتخر بذلك. في نفس الوقت كنت خايف في نفس الوقت، خلف شاعر شرس وشخصية لها هيبة ولها، ولكن الحمد لله هو أخذني على قد مستواي، يعني ما كانت يعني أنه يعني ألقى بثقله، وهذا شيء يعني موروث لنا، يعني هو فننا حنا الحقيقي يعني اللي من توارثنا من الأجداد، فما يجب أن نضيعه ولا يجب أن نشوهه، وهو تراث وموروث أصيل من 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 إرث المملكة العربية السعودية. ضمن خلف في أبياته الشيم والقيم التي تربى عليها ويضيء على هذه الخصال الحميدة في حكام الدولة. يتطرق أحيانا إلى صفات يعني معينة، الكرم، الوفاء، الشهامة، شهامة البدوي الأصيل، يعني يتكلم عن الملك مثال، يعني يتكلم عن الملك عبد العزيز وكيف كان بسيط وكيف كان ينام في الصحراء بدون فراش وبدون لحاف بدون مخدة، يعني يتكلم عن حط المخدة بالنسبة له نوع من النبات، ويتكلم عن حقائق، ما تكلم يعني ما جاب الأشياء هذه من فراغ، يتكلم عن معلومة موجودة ترجع تلقاها معلومة صحيحة. خلف بن هذال يعتبر موسوعة تاريخية أفضل من كثير من المتخصصين في التاريخ. من بدايتي من ماضي وحاضري ومستقبلي ما رايح أتخلى عن البادية، لو تغير ملبسي ومركبي ما تغيرت طبيعتي عن البادية، واللي تغير طبيعتي تغير كل الأمور عندنا. بيئة الصحراء ورغم قسوتها دافئة وفيها من الكرم ما يجعلها واحة غناء، وهذا ما عرف عنه، فهو رمز للتواصل الطيب ومساعدة الجميع. خلف أول شيء إنسان كريم بماله، كريم بجاهه، كريم بعلاقاته مع الناس. خلف يمشي في قضاء حوائج الناس في الحرس الوطني، ويذهب للملك عبد الله والأمير بدر رحمة الله عليهم والأمير مثل بن عبد الله لأجل قضاء حوائج الناس في العسكرية والتعيين والنقل والمستشفى، ويذهب لكل ولاة أمرنا، الله يرحم الميت ويحفظ الحي، لا يبخل بجاهه إطلاقا ولا بلسانه ولا بماله، يعني كريم بكل صفاته. كان رايح إن هو ويبيجي للأمير، وكان عند البوابة واحد محتاج جاي عنده دية، وعارف إنه كالساعة ما في استقبال الأمير بيستقبل أحد، قالوا له العسكر إذا أحد بيساعدك وبيدخلك، لأنه مشان يدخل الأمير هو يبي، إذا أنه يبي يدخلك للأمير فأنت شوف هالحين هذا خلف يبي يجي بعد شوي، أنت تخليك موجودا هنا. والله جاء خلف، علموه العسكر اللي موجودين عند الباب
قال له خلف القضية اللي عنده، قال بس شوي 10 دقائق وأنا أجيك. دخل جوا المعسكر اللي قصر وكتب شيك ورجع، قال له هذه من الأمير مساعدة. الكرم كان نهجا للدولة نفسها، وكان خلف يضيء على هذا الجانب مرارا وتكرارا في قصائده. يوم طلب فخامة الرئيس التونسي من الملك سلمان عشان جائحة كورونا وعمد سمو سيدي ولي العهد بالأشياء الطبية والطائرات والأسطول اللي راح لتونس، طرح علي قصيدة: عشت يا سلمان يا راع القلب العطوف، يا ذرى من سكته نكبته بكفوف، يا مجمع لجنة البر من حق الضعوف، فضل كفك في بطون الرياض نشوف، يحفظ الله راعي اسم حوى 5 حروف، يحفظ الله راعي الأحرف ويمن خوف، يا ابن من صاح ونادى فالصفوف وطرقت له روس الأبطال فوق كتوفها، قال أنا عبد العزيز أفتدي وسعى وطوف، صرخة الحق اعتليها وسل سيوف. قصائده تكلمت عن الخليج، وكان لها أثرها الطيب في نفوس جميع من سمعوها. تواجد خلف بن هذال على المستوى العربي بشكل عام، مستوى الخليجي بشكل خاص، تواجد رائع لأبعد الحدود، ويعامل كأديب عربي، يعني يكاد يكون الشاعر الوحيد اللي ألقى قصيدة أمام 6 رؤساء. مرني في البيت قال يا أبو ناصر مطلوب مني قصيدة بعد 3 أيام ألقيها في مجلس التعاون في أبوظبي، وأنا القصيدة يا أبو ناصر مو بيوخذ من صندوق. قلت يا أبو هذال بيسر الله كل أمر، وخذينا عزبتنا وطلعنا على طريق الخرج في مكان اسمه الزويليات، 1.5 ساعة ولهم خلصها، وكان أول بيت قال يا أبو ناصر جاء اللي هو: سلام يا ستة على 6 الأقطار، درع الخليج يعني العبث والخديعة، الليل كله نور من نور الأقمار والأرض قمرة والمنازل رفيعة. واسترسل في القصيدة لين جاء بيت أنا كنت جنبه، وقام وقال كذا: جاء يا أبو ناصر وزايد لنا منصة، وداره لنا دار، وحنا ورا زايد حصون منيع. جميع من يلتجي بهالدولة لأي خير، كل القصيد معانا في دار زايد مكرم الضيف والجار، شيخ له أهداف التمام من طبيعة، زايد لنا منصة وداره لنا دار، وحنا ورا زايد حصون منيعة، وقابوس للترحيب وجلال وكبار جلالة السلطان معتق منيعة. رغم نجاحاته الكبيرة، بقيت عائلة خلف هي ملجأه الأول، لكنه كان على موعد مع القدر، وتوفيت زوجته التي عاشت معه. كل هذه النجاحات خطوة بخطوة، ورثاها بأكثر القصائد شهرة. جعل السحاب اللي معه برق ورعود يمطر على دار ولي في سكنها، يسقي وطن منتوق تلعنق يسعود، مالي وطن بالعار ظل وطنها، قلبي غدا واستيسره لين العود، محد يفك القلب يسعود منها، ساطي وفي كفه قديحه وبارود، وادخل يده بين الضلوع ودفنها.
بيني وبينه وصل وإسرار وعهود مصيون ثم تدري الناس عنها في كل عام يزود حبه بعد زود أقفى بروحي والتوى في رسانها أموت بين الخد وعيونها السود وحواجب الربي ملحه قرنها وشعر مدهن المسك والورد مكتوذ جديل تنتظمني واحتضنها ليل جمعني بعسليت ويعود يبعد عن النفس الحزينة حزنها. خلف وبعد هذه المسيرة التي تجاوزت 50 عاماً كرم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بوسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى وحظي هذا التكريم بأصداء واسعة حيث اعتبره الشعراء تكريما للشعر واحتفاء بقامة أدبية ساهمت في ترسيخ حضور القصيدة المحكية في المحافل الوطنية. خلف كان يمثل كل مواطن خليجي، مع أنه كان شاعر وطن بالنسبة للمملكة والمملكة هي الأم للخليج، بس أيضا خلف بن هذال تغنى في كل دول الخليج. يعني الشاعر العظيم دائما يترك بصمة ما يمر مرور الكرام، يعني لازم أنه يترك للشعر شيء مختلف، يقدم للشعر شيء ما قدمه أحد قبله. يعني هذا واحد من سمات خلف بن هذال. خلف لم يسبقه أحد في المنبر مثله، ولم يخلفه أحد مثله إلى الآن، ويخلق الله ما يشاء. أنا اعتقادي الشخصي أن وسام الملك عبد العزيز اللي منح لأبو هذال كشاعر الوطن أنه منح لكل شاعر سعودي ما يشك في نفسه. لم يعد خلف بن هذال شاعراً سعودياً يعبر عن حبه للوطن بشعره فحسب، بل أصبح رمزاً لكل من كان وطنه شغفاً لديه. فما بين التحيتين العسكريتين وطن وشاعر أصبحت كلماته محفورة في الوجدان السعودي، والتي امتزجت نغماتها بنغمات الخيل والنخيل وجبال ورمال هذه الأرض العريقة. فالكلمة بحد ذاتها وطن. أنا أكتب عن وطني، أنا كل شبر في المملكة العربية السعودية وطن لي ومدينتي، لو أجي في غار أعتبره مدينة لي، من وطني قطعة من جسمي.